حقيقة كثير من الناس ما عندهم وعي على الفرق ما بين التمارين العلاجية والتمارين التمارين الرياضية بشكل عام. التمارين العلاجية بيقوم فيها أو بيقوم الأخصائي العلاج الطبيعي بتعليمها للمريض ومساعدته على القيام بها لهدف علاج معين، وذلك بيتم عن طريق القيام بعمل هذه التمارين بشكل تدريجي للوصول إلى مرحلة معينة تستعيد فيها العضلة قوتها. طبعا هذا يكون تحت اكثر من مقياس، منها بناخذ في الحسبان اللي هو الاعراض اللي بحس بها المريض، حده الالتهاب، وجود بعض التورمات، فهذه الاشياء هي بتقننا في عمل التمارين، بينما التمارين بتكون في صالات الرياضه بشكل عام قد تكون من باب انه تقويه العضلات وانتهى الموضوع.